كان اولا اليوم تم انتخابي كرئيس مقاطعه الحي المحمدي، هي محطه تاريخيه على مستوى المملكه باش واحد الشخص في وضعيه اعاقه غادي يترأس واحد المقاطعه على مستوى ديال المملكه. فالاخوان اعضاء ثقوا فيا وضعوا الثقه ديالهم فيا، لان ان شاء الله ما غنخيبش الظن ديالهم، واللي غنكون ان شاء الله انا هو واحد الكاتاليزور اللي غنديماري جميع الاوراش اللي كانت متعطره، وغنجيبوا اوراش اللي مهمه لمنطقه الحي محمد. فمنطقه الحي محمد راه معروفه بالظاهره الغيوانيه، بالفن، بالثقافه، خص نردوا ليها الاعتبار ديالها ان شاء الله. مجلس مدينه الدار البيضاء حقيقه ما كناش كنديو حقنا في كما كنقولوا هذيك الثروه اللي كاينه على مستوى مجلس مدينه الدار البيضاء، فخصنا نديو حقنا في جميع المشاريع. كان ربما ما كانوش الاخوه اللي كانوا في المجلس السابق كيدافعوا على منطقه الحي المحمدي، فاحنا غنكونوا من الناس اللي هازين بهذا الهم ديال الساكنه. وانا كنعتبر بان كاينه اوراش كبيره كتنتظرنا اللي خصنا ان شاء الله عاجلا نفكوها باذن الله.